اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ابدا بيك يا كريم. نعم. وبرضه نتكلم اكتر عن نادي الزمالك. تعالى تشكيل اكيد. تعالى يا كابتن اسلام نشوف مع بعض يعني الفكر بتاع الاثنين دول فنيين ممكن يبقى ايه قبل المباراه. زي ما قلت لك في البدايه كارتيرون امان هو محظوظ جدا مع فرقه ثابته، دي واحده من النقط اللي اي مدير فني بيتمنى مع فرقه ثابته. حتى هو لما طلع وقال احنا ما عملناش صفقات والنادي الاهلي افضل مننا شويه بتاع، شايف دي ميزه. انت عندك فرقه ثابته، عندك فرقه سوليد، فريق في خبره، في انسجام معاك، فرقه دي بتلعب مع بعض بقالها كتير جدا جدا جدا. فبعد كده لو في مشكله عندك ان انت النهارده ما يعني ما قدرتش تدير المباراه دي او تديش دي الفرقه دي بشكل جيد، ولكن دي نقطه. طبعا اكيد اي فرقه بتحب تجيب صفقات جديده تدعم، ولكن في نفس الوقت برضو الصفقات الجديده لما بتيجي تخش اي فرقه بتاخد شويه وقت عشان تبدا تديك الاداء الابسط. طيب لما نشرح كده شكل نادي الزمالك ممكن الاقرب اللي يلعب بيه كارتيرون في وجهه نظري ما عندوش اوبشن او ما عندوش مفاجاه ممكن يعملها النادي الاهلي بعيدا عن الاربعه اتنين تلاته واحد. فكره بس الاربعه اتنين تلاته واحد هيقفوا ازاي؟ هل هيقفوا في قدام منطقه الجزاء وما يضغطش النادي الاهلي من البدايه ان هو عارف ان بيتسو موسيماني بيحب الفرق اللي تضغط عليه، او ان هو يقول لك لا انا مش عايز اخسر الجهد البدني. أيوة. انفع النادي الاهلي ظهر في المباراه الاخيره بدنيا كويس فاقف ورا، لكن في كل الاحوال انا شايف ان كارتيرون هيلعب بالاربعه اتنين تلاته واحد، خصوصا ان رحيل فرجاني ساسي خلاص ما خلوش عنده اي اوبشن في نص الملعب يا احمد غير ان هو يلعب بيه طارق حامد وامام عاشور. هو بس المركز الوحيد اللي في نادي الزمالك اللي عليه شويه كلام هو مركز بلاي ميكر. بلاي ميكر هنلعب باوباما ولا مصطفى فتحي زي ما شفنا في المباراه الاخيره، وبرده مركز طبعا راس الحربه سيف الدين الجزيري ولا عمر السعيد. ولكن التكتيك واحد، تكتيك نادي الزمالك بنشوف المباراتين الاخيرتين بيلعب باسلوب واحد، الجناحات على طول بتبقى طايره لقدام، اكيد قدام النادي الاهلي ربما واحد يقف والتاني يظل، راس الحربه على طول بيخش داخل منطقه الجزاء عشان ينتظر الكرات العرضية. إذا الكرة العرضية جت من الطرف الأيمن على طول بنلاقي الوينج العكسي بيخش داخل منطقة الجزاء عشان يكون ثنائية داخل منطقة الجزاء. وشفنا اللعبة دي بالظبط في الهدف الثاني لعمر السعيد قدام نادي طلاع الجيش في المباراة الأخيرة. طيب الناحية الثانية النادي الأهلي الكتير بقى الأوبشنز الكتيرة قوي، واللي أنا تاني بشوف إن بيتسو موسيماني لحد ما عنده يعني فعلا حيرة قوية. اول اوبشن ان اي حد يقول اوكي الطريقه اللي هو بدا بيها الموسم وجود بيرسي تاو ولويس ميكيسون هيخليه يفكر يلعب بالثلاثه الثلاثه ورا واربعه في خط الوسط وثلاثه قدام. اوكي الطريقه دي ربما تكون فلحت بشكل كويس جدا جدا في المباراتين الاخيرتين، حتى في الشوط الاول في المباراه الاخيره ربما كان ما فيهاش تهديف، ولكن النادي الاهلي مستحوذ والشكل افضل حتى من مباراه السنه اللي فاتت، ولكن برضو ستيل لسه طريقه لحد ما فيها مخاطره كبيره. ربما بيتسو موسيماني يقول لا انا ممكن العبها قدام الاسماعيلي، العبها قدام فرق الدوري، لكن ما العبهاش قدام الزمالك او بيراميدز عشان ممكن تفتح لي تعمل لي ثغرات في الدفاع وممكن تعمل لي هجمات مرتده ورا الاثنين فول باك وتعمل لي بعض المشاكل. فبالتالي يا جماعه تعالوا ما نعملش الكلام ده ونتحول ان احنا نلعب بطريقه مختلفه خالص، وتعالوا نرجع ليه الطريقة المعتادة اللي بنعتمد فيها على محمد شريف ونلعب على الأربعة اتنين تلاتة واحد ونلعب براس حربة صريح وندخل محمد شريف برضو في أو غير محمد شريف. خلي بالك طبعا عندك انت دلوقتي عندك محمد شريف، عندك حسام حسن، بيرسيتاو، عندك بيرسيتاو ممكن يلعب في الطريقه. لا بس لو لعبت 4 2 3 1 اشك انه يلعب بيرسي تاو راس حربه صريح. أوكي. لكن هو اللي اكيد هيحط لو لعب 4 2 3 1 هيحط محمد شريف او حسام حسن. بس ممكن يجي يقول لك برضه في نفس الوقت هو بيختار الخطه دي، طب ما دي خطه اوريدي كارتيرور ممكن يتوقعها بسهوله ومابقاش عملت حاجه، ما احنا لعبنا بيها السنه اللي فاتت وهي دي ما فيهاش اي مفاجاه وانا عايز افاجئه. فافاجئه ازاي؟ طب نلغي يا جماعه الخطه دي خالص وتعالوا نعمل حاجه ثالثه، نعمل 4 ثلاثة اتنين
واحد وممكن كارتيرون ما يتوقعش الطريقه دي خالص ويظن ان انا هنزل اهاجم بتاع، لا انزل اامن نفسي في اول الشوط واجهد نادي الزمالك بدنيا واجره للشوط الثاني، والشوط الثاني افتح الهجمات كل بتاعتي. كل طريقه ولها فكر مختلف بالظبط. فمن النهارده لغايه افوجت نظري الساعه 7:30 وممكن كمان 8:15 ممكن ما نعرفش تكتك موسيماني هيمشي ازاي او حتى التشكيل هيمشي ازاي. ليه؟ لان كم الحيره اللي عنده كبير جدا.